أول خبر معنا والحدث الأهم وهو وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب للمغرب، وده للمشاركة للمرة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية، واللي هيبدأ مشواره فيها يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله يوم 1 فبراير بلعب المباراة الافتتاحية قدام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي. وطبعا كلنا شفنا بعثة الأهلي، شفنا إطلالتها الرائعة والاستقبال الحقيقة المميز جدا والأكثر من رائع من المملكة المغربية الشقيقة، واللي بنوجه ليهم كل التحية وكل التقدير. كلنا الحقيقة عندنا حماس، مستنين يوم الأربعاء بفارغ الصبر، وواثقين إن شاء الله إن شاء الله في اللعيبة وفي المكسب بإذن الله. بإذن الله بإذن الله هند، بنتمنى طبعا التوفيق لبعثة الأهلي في المغرب، وإن شاء الله نحقق إنجاز جديد في البطولة.